كرة القدم الخارج عند عبد الله السعيد. عبد الله السعيد ممكن يبقى هنا عبد الله بقدراته يقدر يسدد، ممكن يحط كرة ووقف على مرة والتانية يا ولد يا لعيب وتصويبة يا عبد الله. يا عبد الله يا عبد الله، لسه بقول الراجل ده لعيب كبير كبير، وهدف جميل، هدف أول للنادي الأهلي. الله على أصحاب القدرات، الله على أصحاب المهارات العالية، يقدروا يا جماعة يسمعوا الفارق في كسر من الثانية، وفي كسر من الثانية يعلنها عبد الله السعيد هدف أول باللون الأحمر. روعة عبد الله السعيد، رائع جدا أصحاب المهارات. يا الله على كرة القدم، يا الله على الدوري المصري، برافو. بص شوف، بص شوف عزيز المشاهد، الاستلام والكنترول، كل حاجة في الكورة موجودة. خد الكورة مرة هنا وخدها كمان بالمهارة، يحطها في قاب القدم عشان تتصلح على القدم اليسرى ويلعبها يسارية تعلن عن الافتتاحية وهدف الأسبقية. الله على الكبير يا جماعة، النادي الأهلي وكرة الواحد صفر كده، اللقاء يحلو. عبد الله السعيد يعلنها بهدف جميل من القدرات الخاصة.